السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ هانيين، عواشركم مبروكة، الله يدخل عليكم رمضان بالصحة والسلامة ان شاء الله. باش ما تمنيتوش جبتو شي شباكية شي سلة؟ ايوا الحمد لله. مرحبا بكم لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غنشارك معكم بطبوط بزنجلان والزعتر اللي كيجي رائع، والمذاق لذيذ والطريقة سهلة البنات. غنوجدو معكم ان شاء الله، كنتمنى يعجبكم وتجربوه. ولا عجبكم هذا الفيديو شجعوني بلايك وبارطاجيو مع احبابكم واصحابكم، كدعم لي فضلا ليس امر. غادي نبدا على بركة الله. دابا درت هنايا شوية ديال الفرص، شوية ديال فينو، درت شوية ديال الزجلان، شوية ديال الزعتر. دابا غادي ندير شوية ديال الخميرة فورية. كما كتشوفوا معايا معلقة كبيرة، غندير ليها الماء باش تذوب شويه. غندير شويه الملح كما كتشوفوا معايا، غنضيف الماء دافي باش غادي نذوب الخميره والملح، وغادي نخلط كل شيء. غنجمع العجينه وغندلكها مزيان، غنخليها ترتاح شي شويه. من بعد غادي نقطع هكايا كويرات صغيرين القياس اللي غادي ندير ديال البطبوط، ومن بعد غنخليهم يرتاحوا شي شويه. عاد غادي نقرصهم وغنغطيهم حتى يخمروا مزيان، عاد غادي نطيبهم. بعد ما كيخمر البطبوط ديالي مزيان، دابا غادي نطيبه ان شاء الله معكم. الطريقه سهله البنات، كيجي رائع في المذاق مع العشب اللي درنا فيه، كيعطيوه مذاق رائع وكيجي خبز صحي. البطبوط ديالي واجد، كيجي رائع البنات، خامر مزيان وطيب مزيان بالعشوب، المذاق ديال الزجلان والزعتر كيجي رائع، كيجي لذيذ ورطب. كنتمنى البنات هذا الفيديو يعجبكم وتشجعوني بلايك ان شاء الله، وبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم كدعم ليا فضلا ليس امر. شكرا لكم على التعليق الرائع ديالكم على مشاركتكم في القناه. البنات اللي عاد انضموا للقناه نقول لكم مرحبا بكم، الف مرحبا، الله يوفق الجميع، وبشركم مبروكه، الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه ان شاء الله باش ما تمنيتو. شكرا لكم على مشاهدتكم، والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.